شيما وابرو روحه قدس العالمين تجبو حتى لا لها بمرومي تجبو حتى لا لها بمرومي تجبو حتى لا لها بمرومي على رعش لاما صورة طاولة ونينا شا خل عدان العلمين قونا يا ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل الآن وإلى الأبد ما أتبح بنمارا ولاها ريحا هنيد وسيموثة حباخ نهرا نوشاثا بذعث دشراراخ نشتويد نغبل قليان أبراخ حبي ود من شمئيا ثمان نودي لخوان شبحاخ دلا شلوى بعيتاخ مخللتا مليث كل عذرانين وخلطوين دتو ما روّر يدخل العلمين التمار الشاري رايث نحمانة بغرين والتبارو قطا والنوشاثا ومنطران أمينة حيين الأخمار حياوينا نودي ونزقذ ونشبع بخل عدا مار ادخل العلمين
نتضرع إليك أيها القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت، يا من يسر بالسكن في القديسين، التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لننصت إلى وصاياك المحية والإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا، فنرنم لك المجد يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. بارخ مار. الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا يقول: يا أخوة بارخ، أقول كما يقال للحكماء فاحكموا أنتم فيما أقول، كأس الشكر التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ وكما أن ذلك الخبز واحدا كذلك نحن كلنا جسد واحد، لأننا كلنا تناول من ذلك الخبز الواحد. Thank you.
نزلت من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي الذي يعطيه لأجل حياة العالم. فطفق اليهود يخاصمون بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فليس لكم حياة في ذاتكم. من يأكل من جسدي ويشرب من دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي هو مأكل حقاً ودمي هو مشرب حقاً. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي من أجل الآب، فمن يأكلني فهو أيضاً يحيى من أجلي. وشوحا لا لها من الخير على الجميع، وأهلا وسهلا بكم. اجتمعنا بهذا الصباح المميز وإحنا كلنا فرحانين مع أبنائنا أحبائنا، اللي اليوم هذا اليوم راح يكون يوم تاريخي بالنسبة لهم، اللي ما راح ينسوه أبدا، هو يوم التقائهم بصورة قوية ومكثفة بيسوع المسيح. آبائنا الأفاضل، خواتنا الراهبات، وأهالي المتناولين الأعزاء، مثل ما قلت جئنا نحتفل بقداس اللي بي نمنح سر القربان المقدس لأولادنا. شنو هذا الشيء اللي راح نتناوله؟ هو شنو هو القربان المقدس؟ جسد ودم يسوع المسيح. هذا السر من أسرار الكنيسة السبعة، سر القربان المقدس، أو عنده اسم آخر. شنو هو هذا؟ الأفخارستية. يعني شنو الأفخارستية؟ شكر. يعني الشكر، نشكر الله على العطية مالته، أنه أنطانا ابنه الوحيد يسوع المسيح. زين، منو اللي قال لنا نسوي هذا الشيء، سر القربان المقدس؟ وين تأسس؟ منين جبنا؟ منين جبنا؟ بالعشاء الأخير. شنو اللي صار بالعشاء الأخير؟ قال على الخبز، يسوع قال على الخبز: خذوا كلوا هذا، وعلى الخمر: فإذن يسوع هو اللي قال أكلوني شربوني، بس تحت أشكال إيش؟ الخبز. وقال اصنعوا هذا، والتلاميذ تلاميذ يسوع سمعوا كلام يسوع وصية يسوع ويحتفلون بالقداس. من هذاك الوقت إلى اليوم إحنا نقدس حتى نعمل بكلام يسوع: اصنعوا هذا لذكري. ليش يسوع انطانا جسده ودمه؟ ليش؟ لأن يحبنا.
واحد من يحب واحد يقدم له كل شيء، يضحي من أجله. يسوع قدم لنا أغلى هدية، أغلى شيء. شنطانة يسوع، يعني شنطانة حياته، انطانا حياته كلها. لأن أنتوا قلتوا هذا الكلام صار في العشاء الأخير في خميس الفصح، ثاني يوم الجمعة صار يسوع انصلب ومات، وبعدين قام وصعد إلى السماء. هسه صار واضح ليش يسوع راد أن نتذكره بالخبز والخمر كل ما نجتمع ونقدس، حتى يسوع يبقى حاضر بيناتنا ومعانا، حتى لا نبقى وحدنا. يسوع يقول في الإنجيل أيضا: لن أدعكم يتامى، ما أترككم بدون أب وأم، ما أترككم وحدكم. فهو حاضر معانا من خلال سر القربان وهذا سر القربان وين نقدر نسوي؟ بيا طريقة بالقداس. في كل قداس، في كل قداس نقدس، يسوع يصير حاضر حقيقة وفعليا بيناتنا، مو رمز. هذا القربان اللي راح نتناوله الخبز مو رمز، هو حقيقة جسد ودم يسوع المسيح المائت والقائم من بين الأموات، فيكون حاضر بيناتنا. سمعنا بالإنجيل فتشي كثير مهم، يقول: من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وأنا فيه. يثبت في وأنا فيه، من يأكل جسد يسوع يأكل. وإحنا شو راح نسوي اليوم؟ تناول الأول، راح ناكل، راح ناكل أول مرة بحياتنا جسد يسوع. يقول: من يأكل جسدي يثبت في وأنا فيه، يعني راح يسوع يثبت في حياتنا وفي قلبنا وفي عوائلنا، وإحنا نثبت أيضا وين؟ في يسوع. أكو شيء آخر، إحنا كلتنا راح نتناول من نفس الجسد، من نفس جسد يسوع، نفس يسوع كلتنا راح نتناوله. فش راح يسوي بينا إذا نتناوله كلتنا من نفس الخبز، نفس الجسد، نفس القربان؟ راح يوحدنا، يجعلنا كلنا واحد، يجعلنا شنو؟ جسد واحد، اللي هو شنو نسميه؟ الكنيسة. ممتاز. فإذا سر القربان المقدس، سر الأوخارستية، تجعلنا جسد واحد، معناها تجعلنا كنيسة واحدة. والشيء الآخر، فإذا النقطة الأولى نثبت بيسوع ويسوع يثبت بينا، النقطة الثانية يجعلنا كلتنا جسد، والنقطة الثالثة أنه لما نتناول جسد يسوع راح ينطينا القوة وينطينا الطاقة حتى إحنا أيضا نعمل مثل ما يسوع عمل. وشنو العمل يسوع طول حياته؟ حب الناس، عمل مشيئة الله أبوه السماوي وحب الناس. وهي هذه خلاصة كل ديانتنا المسيحية: محبة الله ومحبة القريب. فإحنا لما نتناول مو بس هالشكل تناولنا وخلص نروح على البيت وخلصنا، لازم نفهم إنه هذا القربان يسوع راح يتحد بينا، يسوع راح يكون مثل الأكل اللي ناكله، الأكل مو يتحول إلى طاقة حتى نقدر نركض ونلعب وندرس مو ونكبر ونشتغل. جسد يسوع أيضا يقوينا، ينطينا طاقة روحية حتى نعمل مثل ما هو عمل، حتى نقدر نحب الناس. وإحنا هم نضحي شوية من وقتنا، من لعبنا، من حياتنا، من كلامنا، ونهتم مع الآخرين، مو نعيش وحدنا، نكون أنانيين. لا، يسوع يريدنا
أن نحب بعضنا البعض، نخدم بعضنا البعض، نساعد بعضنا البعض، تمام؟ فإذا إلى هذا إحنا مدعوين، هذا هو سر الأوخارستية. يسوع ينطينا أغلى ما عنده حتى إحنا نعمل، ونجي بعدين نقول له نفس الوقت بالقداس سر الأفخارستية، نقول له شكراً. أفخارستية معناها شكر، نقول له شكراً يا يسوع لأنك تحبنا، لأنك جيت وسكنت في قلبنا. فهذا اليوم هو يوم كثير مهم بحياتنا، اللي أنتوا استعديتوا له بظروف، ظروف مو طبيعية، ظروف كورونا استثنائية، صح؟ ودرسنا عن طريق الزوم، وكانت فتشية صعب، مو كثير سهل، معلمينا تعبوا كثير معانا. فنحن اليوم لما نتناول، أرجوكم أنه شو نسوي؟ نقول له شكراً يا يسوع لأن جيت في قلبي، تطلبون منا أن يحفظ بابا وماما لأن تعبوا علينا، هم جابونا انطونا الحياة، هم ربونا كبرونا، وهسه هم فرحانين دي يشوفوكم هالشكل قاعدين ولابسين هاي الملابس الحلوة مثل الملائكة، هسه هم فرحتهم ما توصف. فنصلي لهم ونصلي من أجل معلمينا اللي تعبوا معانا، أستاذ بويا مسؤول التعليم، ست ندوة، أستاذ دريد اللي يرافق يومية الطلاب من الفحيص واللي علمهم معلمهم هناك بالفحيص، وست مريم اللي علمتكم من خدمة القداس والتراتيل، وما كان شيء سهل مثل ما تعرفون، صح؟ وأستاذ هيمان العازف مالتنا. تصلوا لهم وتصلون من أجل الكنيسة حتى ربنا يحفظها، وتصلون أهم شيء من أجل ربنا يشفي العالم من وباء كورونا حتى ترجع الحياة طبيعية. أتكلم فتكم كلمة مع الأهالي، أولياء الأمور، الآباء والأمهات الأعزاء. مثل ما قلت، أنا متأكد أنه لما ندخلوا الطلاب على القداس وهم يرتلون، يمكن مشاعركم ما حد يقدر يوصفها، يمكن ذكرتوا يوم تناولكم الأول من ناحية، ومن ناحية الثانية تشوفون أنه ثمرة أكباتكم أولادكم كانوا صغار والآن هم كبار، كبروا صاروا في عمر أنه يميزون الصح من الخطأ، وهكذا يتقدمون يوم بعد يوم نحو نيل بقية الأسرار، سواء كان بأسرار سر الزواج أو سر الكهنوت، التكريس، الرهبنة، واحد يصير أبونا، وحدة تصير ماسير، أو للزواج. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. أخوتي أخواتي، الفرح ممكن أن يكون فرح وقتي، يعني إحنا فرحانين الآن وراح نفرح اليوم طول النهار، وباكر وأكو قداس راح يجون يسوون الشكر، ولكن ممكن الفرح الخارجي يروح يخلص، مو؟ المهم أن نبقى نحافظ على الفرح الداخلي، على الفرح اللي في قلبنا، أنه يسوع في قلبي، يسوع هو فرحي، يسوع هو اتكالي، يسوع هو معي. نعم الحياة صعبة، ظروف الحياة، صعوبات الحياة، آلامها، صعوبة الانتظار، احنا في محطة الانتظار، الكورونا، الشغل، كثير من الأمور، ولكن صدقوني مهما كانت الظروف صعبة يبقى شيء كثير مهم، أنه يسوع موجود معانا، إحنا مو وحدنا. يسوع رافقنا، رافق حياة الإنسان بكل تفاصيلها، انصلب، تألم وانصلب، رمز لكل ألم موجود على البشرية، وأقوى شيء يواجه الإنسان هو الموت. يسوع أيضا اختبر الموت، ولكن بعدين كان أكو القيامة. فإذا شقد ما نريد نسوي راح نحافظ على حياتنا إلى حد ما، بس بعدين أكل موت، بعد أكل قيامة.
إذن إحنا ليش نضيع وقتنا؟ نضيع وقتنا، نهدر وقتنا، نهتم كثير بأمور العالم، بأمور الحياة، وننسى الاهتمام بالأمور الجوهرية اللي هي مركز حياتنا الإيمانية، اللي هو يسوع المسيح. أرجوكم كل الرجاء، خلي يكون هذا اليوم فرصة إلنا جميعاً حتى نجدد إحنا أيضاً تناولنا الأول، نجدد مواعيد المعمودية اللي قطعناها من كنا صغار، حلفنا أن نلتزم بإيماننا بمسيحنا، بكنيستنا. أكررها 3 مرات، وتعرفون ليش أكررها 3 مرات. أرجوكم كل الرجاء، هذولا ملائكة، هذولا أطفال، مثل ما قلت ممكن الفرحة يوم يومين 3 وترجع حياة طبيعية. إذا نريد نحافظ على فرح يسوع موجود في حياتنا، المسؤولية الآن تبقى يمكم، وإحنا نعاونكم، الكنيسة تخدمكم، إيد وحدة ما تصفق، لازم نتعاون. يوم الأحد يوم الرب، احفظ يوم الرب، احفظ يوم الرب. أعتقد، ما أقول كل أسبوع، إذا بالشهر ما أقدر أتفرغ لي ساعة واحدة للقداس، ساعة واحدة. أرجوكم هذول أطفال، إذا ما أنتوا تقولوا لهم امشي نروح، ما رح يجون. نحن مو بالقرية حتى نأمن عليهم يطلعون وحدهم يروحون، بحاجة أن ترافقوهم، بحاجة أن تكونون لهم مثال صالح، الأب والأم مثال صالح. أذكركم بقضية كثير مهمة أقولها دائماً للمعمذين الجدد لما نعمذهم، أقول للأب والأم من هاللحظة هذا الطفل هو مو بس ابنك، وإنما صار ابن الله، فواجبكم مسؤوليتكم الضاعفت صارت في 2، أنه أنتوا تتربون أولادكم وتتربون أولاد الله بنفس الوقت. إذن هاي أمانة ومسؤولية، نتعاون. الكنيسة نعم، ولكن الكنيسة الأولى هي العائلة، الكنيسة الأولى هي البيت، هي الأب، هي الأم. مو خسارة من كل هذا الوقت إذا نقول تعال يا ابني يا بنتي قبل ما ننام نصلي مرة أبانا والسلام، نشعل شمعة أمام الصليب المقدس وصورة أمنا العذراء مريم. 5 دقائق ما تأخذ، ماكو مشكلة إذا نجتمع نصلي قبل الأكل، إذا نفتح الكتاب المقدس نقرأ مقطع من الكتاب المقدس 10 دقائق يبدي الأب. هالشكل أنطي مثال، من يوم السبت أقول باكر أكو قداس، ابني بنتي باكر قداس. نعم ظروف كورونا منعت الحضور، كلتنا نحضر، ولكن ممكن اللي يريد ممكن. أتمنى من كل قلبي، من كل قلبي هذا الكلام يؤخذ على محمل الجد. الأكل والشرب موجود، الحياة ما تخلص والونسة ما تخلص، بس ممكن إذا أهملنا واجباتنا الإيمانية الدينية راح نضيع فرصة على هذول الملائكة، أنه مو ذنبهم وإنما ذنب الأهل اللي ما اعتنوا بيهم إيمانياً. أنتم ما شاء الله ما مقصرين معاهم، متربين أحسن تربية، أحسن أولاد، أحسن بنات، إحنا كثير حبيناهم، ولكن أرجوكم أن نهتم مو فقط بالتربية الأدبية والأخلاقية، وإنما التربية الإيمانية أيضاً اللي هي تنعكس بعدين على التربية على الأخلاق والسلوك. من كل قلبي أهنيكم شخص شخص، أب أب وأم أم، وأتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يحميهم يحفظهم لكم، يكبرون بعزكم، يكبرون بوجودكم، يكبرون بالصحة والعافية، ويكونون مواطنين جيدين ومؤمنين صالحين. من كل قلبي أقدم لكم التهاني لكم ولأحبتنا طلاب التناول اللي راح نكمل الآن القداس، وراح تتناولون جسد ودم يسوع لأول مرة في حياتكم. واجبنا نقدم الشكر لله على النعم اللي انطانا إياها في هذا اليوم المميز. أشكر قناة نورسات الفضائية اللي يرافقونا دائما في كل احتفالاتنا وينقلوها، يبثوها مباشر، والصور اللي ينشروها نشكرهم جميعاً.
بشخص مديرة المكتب دكتورة باسمة السمعان وكل الكادر اللي يعمل معها في مكتب فضائية نورسات الأردن. شكراً لحضور آبائنا الكهنة وأخواتنا الراهبات. أشكر الشمامسة الأعزاء ولجنة التنظيم اللي من أسبوع هم يتعبون ويحضرون ويروحون ويجون حتى يكون هذا الاحتفال بقدر ما نتمكن يكون أحسن شيء، أحسن شيء. ربنا يحميكم جميعاً ويحفظ لكم هذول الحلوين الطلاب الجدد اللي راح يتناولون. آمين. لنقف بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. يا رب من أجل أن تحفظ الكنيسة إكليروسا ومؤمنين كي تبقى أمينة في حمل بشرى إنجيل الحب والسلام وأن يكون حضورها مؤثرا في عالمنا، نسألك ارحمنا يا رب. يا رب من أجلنا نحن الذين سنتناولك للمرة الأولى في حياتنا، اجعلنا أمناء لك ولكنيستنا، وأن نقتدي بمريم أمنا في عيش هذه الأمانة، نسألك ارحمنا يا رب. يا رب من أجل عوائلنا ومعلمينا امنحهم النعمة والصحة لكي يربونا تربية إنسانية ومسيحية، فنغدو مؤمنين جيدين ومواطنين صالحين محبين لكل الناس، نسألك ارحمنا يا رب. يا رب من أجل بلدنا الأردن وشعبه الأبي احفظه يا رب بلدا آمنا وسالما ورمزا للتعايش تحت راية ملكه المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، نسألك ارحمنا يا رب. يا رب من أجل الاستقرار والأمان في بلدنا العزيز العراق وفي العالم أجمع لكي ينعم الناس بحياة حرة كريمة ويعيش الجميع بسلام، نسألك ارحمنا يا رب. يا رب من أجل شفاء العالم من جميع الأمراض وخصوصاً من وباء كورونا، نسألك ارحمنا يا رب. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا أبناء رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل. أيها الأب والابن والروح القدوس إلى الأبد. Oh.
شو حالا ولو را والروح قد شاع المذبح قد شاع نهوي دخرانا دو ثلتا مريم ميدا لها ومن دخرا مرتو مع المذبح قدشا عم كيني دن صاحو سهدي دفكلان نؤمن بالروح المسيح مخلصا نؤمن بالروح المسيح
وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. بارخ مار. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة، إذ أهلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمي. إخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح. طيبو ثيد مراني شو عمشي حا حب دالها بابا شريكو ثيد روحة قدشاها ويامت كلان هاشا ووخل زوان والعالم علمي. Oh,
الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزاً بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت الله باه الضابط الكل وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلاً خذوا كلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. اجتمعنا نحن وعبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أطلقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألوهيتك وأضدت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحلك الفائرة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمداً لك على جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباترياك، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى، ومن أجل كل المتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبل يا رب بأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبل يا رب بأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة عمان وأهلها، صلهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، ابعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر وقل الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. أهل القلوب وأهل الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف فنعيش حياة هادئة ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسول عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. نعم
نيثمار روح قديشة، وليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا، يباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا، صفحا عن خطايانا، رجاء عظيما للقيامة من بين الأموات، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك، وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم، ونمجدك دوما في بيعتك المفتداة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية، ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، قدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك،
ندعوك كلنا بثقة قائلين. قدس أجسادنا موهوثا طيبوث محيانا مارني شعم شيحة تشتمل برحمي عم كلان
فالمسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الذي أهلنا بنعمته لتناول جسده ودمه الكريمين والمقدسين. نسأله متضرعين أن يقوينا لتكميل مشيئته بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا، وليكون هذا القربان الذي تناولناه غفرانا لخطايانا وأرجونا القيام من بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا بنعمته ومراحمه يا رب الكون الآن وكل أوان وإلى الأبد. نقف للبركة. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا. ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصلونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشة وخبزوان.